قدميها سادة نبيلة قدميها. لا 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 انت لا ما لا قدميها شو اقدم دكتور. لا ما بحي اطول بحي. زين خلاص انت تفضلي اخر الليل. يلا استاذ وفاء عبد الرزاق الشاعرة العراقية. يعني هي لحظة الابداع انا عني شخصيا ما لها وقت محدد. ما لها طقوس. ما لها وقت محدد. انا لانه اكتب كذا نوع من الابداع، قصه، روايه، شعر شعبي، شعر فصيح. ما شاء الله. يعني مرات اكون انا اثناء العمل الروائي راسا تجي ببالي قصيده. مرات مثلا اكون اكتب قصيده وقصه ومقطع من روايه بنفس الوقت. هذا معناه انه العقل الجمعي الابداعي يكون الى لحظه وميض خاصه بكل عمل معين. يعني ما شاء الله. تيجي هاي الومضة الشعرية، أنا أعتبر الحالة الشعرية ومضة، إذا ما تقبض عليها تروح من عندك، وإذا تحاول تعيدها تيجي ومضة يمكن خافتة يمكن أقوى يمكن مساحة أوسع. لكن العمل الكتابي السردي، وخاصة أنا أشتغل على السرد الغرائبي الفانتازيا السردية، فبالتالي تحتاج مني فد عقل جبار، لحظة جبار أكون أنا يعني خارجة عن واقعي كوفاء وعن المحيط مالي، بدرجة تدخل علي بنتي تقول لي أنا حاشيتك وكلمتك وهذا. فمن لما أرجع إلى حالتي العادية اللي مو حالة الإبداع، ما أتذكر أنه أنا شفتها ودخلت وهذا. فحالة الانفصام، انفصام عن الواقع إلى اللاواقع، إلى الحالة هذه إحنا ما نقدر نسيطر عليها ولا نعرف إيش وقت تجي. يعني بالعمل الرواية قاعد يمكن شهر ما أكتب. مجموعة قصصية كتبت بأسبوع 10 قصص وبعدها ما قدرت أكمل. إذا إحنا مو إحنا نخلق هاي الحالة، هي الحالة تخلقنا حتى نصير طول. بس تراكم يعني من تراكم ملاحظات أهم يعني هموم أكيد هي إحنا مشاهد ملاحظات ما تتحكمين فيها بس بسبب ملاحظات وتراكم. لا صح. أنا أقصد بالنسبة للشعر يعتبر ومضة. لكن أنا جاي أتكلم عن الحالة السردية. يعني أنا مثلا كنت أمشي في يوم على نهر السين وكان أكو عازف شاب قاعد يعزف على البيانو وريد يدخل يسجل رقم قياسي ويعزف يومين متتالية دون توقف، لأنه حبيبته تركته وراحت إلى واحد ثري، فيريد يثبت لها أنه هو بالحب راح يدخل موسوعة جينيس ويثبت لها أنه الحب أقوى من المال. فكان يعني المبدع الروائي والقصصي يلتقط هاي الأشياء يخزنها أغلب القصص مثلا. وأنا بالأندرغراوند أنا صاعدة أمشي وهذا، لكنه هي تبقى بالذاكرة. من تجي هاي حالة الخروج من الواقع إلا إلى اللاواقع يطلع هذا المخزون كله. الله جميل. بهذا الشكل يكون العمل الكتابي بالضبط. أنت ترى وصفة اللي قال إبراهيم قلوم أنه هو يعني يستنبط الحالة دي ويعيش فيها يخزنها ثم يخرجها من جديد بطريقة أخرى. هذا مثل الكبيشن. نعم. لازم فيها فترة تخمر. الحاضنة. زي أستاذة وفاء هل يعني ليش الناس يعني أنا ودي تفضل. المبدع ما يتكلم بالواقع، يخلق الواقع. حلو. يهدمه ويرجع يبنيه من جديد. صح. يكون له هو دور حسب رؤيته ككاتب إثراء تجاهه. بالضبط. يعني مثلا هاي الرواية الصحافة ناقلتها، التلفزيون ناقلها. هاي الشخصيات اللي أنا جاي أتحدث عنها، هاي الشخصية الشابة نقلتها الصحافة وأنا جبت معلومات عنها أكثر بعد من الصحافة. لكن أنا كيف هدمت الصحافة وخلقت من عدة عمل أسطورية بحيث هذا هاي العام 4 شهادات دكتوراه عليها. فبالتالي هذا ما يجي بمثل الومضة الشعرية، لا هذا يجي حالة خروج مطلق عن الواقع. خاصة لما يكون العمل فانتازي غرائبي، أنت تخلق عالم آخر ومن خلال العالم الآخر توظف الواقع. ممتاز. أنا لما توفي الوالد طلعت كتاب شعري اسمه الوالد كان يبني بيت كبير، ومن زمان كله يقول حق أهله. أنا تأثرت بما كنت أسمعه من الوالد لما يقول الآخرين، مو عشان البيت،
ولا ياتني حاله يعني دينيه ولا شيء عشان اقول ان هاي الدين يعني اثر علي ولا هاي. لا هي الحاله ان تكرار ما كان يقول حق الوالد انا ان شاء الله بخليكم تجون البيت عندي وبتسوون كذا وكذا وبنسوي فيه كذا وكذا، وكان يبني البيت على هالاساس. وتوفي رحمه الله عليه قبل لا ينزل البيت باسبوع. اوكي فطلعت انا سلسله قصائد في خلال اسبوعين. اكتب وصالح محمد بعد كتاب كتاب يعني في هاي الشيء عندي اشياء ما انشرها انا سياسي وايد، لكن اتكلم على هاي. اسم الكتاب منزلك، منزلك احلى من منزلي. اوكي وخليت ولدي يطلع الغلاف الكتاب ان بيت واحد كان يقدمه له ان المنزل اللي انت تتكلم فيه فيه الروح اللي انت قاعد تتكلم فيها ترى احلى من منزلي اللي بانزل فيه اللي انت قاعد تتصورها الصور. بس انا بغيت اقول لك هل هي يعني انا اتصور نفسي ان مثلا لما كنت في امريكا وكنت اكتب وايد ومستواي وايد احسن من الان اللي ما اكتب يمكن اربع خمس كلمات واقف لا انا اقول لك بعد الفريكوانسي يعني التكرار استاذ نبيله ممارسه يعني مو بس هي ترى موهبه ولا حاله ولا اي فن تكون مو بس تصقل الممارسه تخلي حافظ الكتابه مستمر عندك ما توقف فكره ورا فكره فكره. يعني انا مثلا نزلت روايه صدرت لي روايه اسمها دوله شين زين ومجموعه قصصيه اسمها المتحولون اثناء ما هذه راحت للمطبعه انا طبعت كتبت روايه اسمها ان حاليا احس كاني فاقده في يعني شلون الواحد اللي دخن وقطعه وعن الجغائر بالضبط فاقده شيء اكو فد شيء ببالي بس ما عرفت شنو هو لا اكو شيء اريد اقوله بس اريد يطلع اي ما اي ما حاسس رجعت كنت من زمان مفكره اكتب روايه عن بيني انا كشاعره وفاء عبد الرزاق وبين اول شاعره بالكون اللي هي انخي دوانا ابنه سرجون الاكدي وقريت حوالي في بابل هذه في بابل فقريت حوالي للروايه هذا قريت حوالي 21 كتاب خاص لانه اريد اتحدث عن اللبس عن السحر عن يعني كل الاشياء اللي لها علاقه كتبت ما قدرت اوصل ليش؟ لانه الحاله الفانتازيه اللي هي ابدي بها ما قاعد تجي شوف هاي مش وقت من 2010 اكو شغلات هي تفرض نفسها انا قريت سويت اللي عليه شكل مايا ما جاي تجيني الحاله الفانتازيه البدايه اللي هي تكسر الاستحضار الثراء عندي التاريخ عندي الفكره كلها عندي لكنه هاي الدخله الفانتازيه مش مفتوح هي صعبه كتبت وراها كم روايه صح حاموت وكتبت الزمن المستحيل وكتبت آن وكتبت دولة شين وكتبت هاي رخصة الجديلة والنهر خمس روايات ذاك اليوم وأنا قاعدة ببيت أبو غبي ببيت ابني بلحظة هالشكل خلاص جتني البداية الله عافية جتني البداية الكتب قدامي قسم أنا عندي كتب هناك بلندن وقسم كنت من أجي يم ابني حتى اكون باستمرار اكتب وتركتها هسه راح اخذ اولاي وراح ابدي فهو الكاتب او الشاعر اذا هو يقول شو وقت اكتب هذا انساب لا هو اديب ولا هو شاعر صح مفتعل يكون مفتعل حتى الاحساس اللي يعبر عنه مفتعل لكن من الحاله الابداعيه هي اللي تسيطر عليك اضافه لما تكون اللغه ادبيه اكو روايه ادبيه اكو روايه عاديه سرديه احنا اللي نكتب بالروايه الادبيه لتوظيف الشعر او توظيف الفكره او ما بعد الكلمه اكو مسجات للاديب يفوتها بالنص نفسه شنو يريد يقول الاديب من خلال النص هذه لها فد يعني حاله نبوه صحيح تقدر تقول صحيح والله يعني النبي من كان يجي للوحي كيف كان يجي للوحي صفاء ذهني كامل صحيح منفرد عن ذاته يعني فالاديب نفس المرحله بس النيه موجوده ان انت تحاولين تسوين الاستحضار هذه المرحله ذي اللي داخلين فيها يعني انت ما جاي من فراغ وانت تمشي في الشارع عينك تخزن فكرك يخزن يجمع ما ادري ايش هي كلها موجوده بداخلك يعني مشكورة طال عمرك الله يخليك احنا الفنان نفس الشيء فنان الابداع بشكل عام كلهم الناس اللي تمشي في الشارع ما تشوفون انا الحين فنان يشوف شجره ينسج حوالينها بس في ناس عندهم يطور الفنان اللي يطور يبني ينسج حوالينها ديوان اسمه ادخل وجسدي ادخلكم الله
الديوان يخرج لك الديوان الصوره الفوتوغراف تخلق من عدة قصيده. الله. عاده يعني اللي جاري اكثر قصيده ويجي فنان يرسم لوحه ويصير هذا التمازج الفكري. انا لا، صوره فوتوغراف وشلون انا بدي اوصل لك، مو اتحدث اوصل لك شلون اجت هاي الفكره، شلون اجت هاي الومضه. فاليوم وانا قاعده يعني ادور جوجل مواضيع وهذه دائما اجمع، اجت عندي صوره على شط العرب، بيت من طين ودتشه مال رياجيل شياب عليها الله الله. قاعدين على الدتشه وجههم على النهر. الله. طبعا هاي الصوره ما تتخيل ايش خلقت عندي. انا ساكنه وحدي بلندن، لاول مره اكتب وامشي وادور بالبيت وحدي، ابكي واكتب واسوي وافتر يعني فت حاله جنون صارت ما معقوله. الله الله. كتبت هاي القصيده وفازت ايضا بجائزه نازك الملائكه من جزيره. ما شاء الله. هذا هاي لازم اسويها مشروع. هاي الفكره اللي اجت من الصوره خلقت، وهاي لحظه الجدحه اللي يصير من الصوره خلقت مشروع كامل. الله. عندنا كتاب. الله. هاي المشروع مالي لان اعتبروه بمصر يعني دكتور اخذ بي ال شو يسموه دكتوره هو اوريدي بروفيسوريه لا ترقيته الاكاديميه يعني بروفيسوريه لا اخذ درجه بعد اكثر اللي هو قدم له دكتور ابراهيم قدم للكتاب واخذ بي درجه عليا من ال نسيت يعني ببالي هي شنو هي الاستاذيه الاستاذيه سموها الاستاذيه لا مو الاستاذيه لا مو الاستاذيه اي والدكتور نادر عبد الخالق كتب الاسم كتاب الف كتاب اسمه المتخيل التعبيري عن هاي هذه اللي يعتبرها مثل مدرسه عن هاي الفكره يعني هو طال عمرك انا صوره عاديه واحده من الاشياء اللي انا تعلمتها من الدكتوره دنيا موضوع الوصف استاذ وفاء الوصف وايد يساعد يعني مثلا هي كانت تصف يعني اقول لك كان مع المعاقين تستفيدي منهم وايد اشياء يعني هي وايد عندها معاقين بالذات الكفيفين البصر يعني فهم لما تصف لهم يعني انا كل يوم انا يعني انا شغلتي الملاحظه حل مشاكل الدول وهاي بالملاحظه لما وصفت هي لما كنا في المغرب كانت تصف لهم عن الزرخشه الاندلسيه هاي وهم يلمسونها ويتفاعلون معاها طريقه الوصف حد ذاتها تبني في الحقيقه اثراء فكري طبعا ما نلاحظه احنا بشكل كبير لذلك انا اقول لك متاثر وايد باحمد مطر يعني احمد مطر انا للحين اتذكر منه قصائد حافظ بعض قصائده مو كلها اتذكرها بس يعني اتذكر من كلمه من انا ضايق من نفسي اقول ليش سويت شيء اقول انما ابالغ الانحناء لكي اصنع القنبله اوكي القنبله ما تكون هي قنبله قد تكون تغيير جديد في العالم اوكي انا رضيت على نفسي في هاي الضيم الان لكن جاي بشيء آخر. أوكي، إيه يعني فهذه يمكن ال. جزاك الله خير فصل طيبة معاك ومع استاذتنا نبيلة حتى لو ما تبي تروي وياها بس أنت ما لازم تعرفي بعد. الله يزيد خير. مشكور أخوي عيسى على الاستضافة بعد. الله يخليك. جزاكم الله خير. أنا بحط لك نبيلة. بحط لك على الواتساب عشان تعطينا استضافة. سكبري. بس أخوي تعقيبا على يمكن الفكرة أنا بقول في ناس عندهم.